عبادي فأجيب كل ما قال رسولي قوله نور وهادي واتباع لسبيلي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب سنة 5 للهجرة، بعد أن اتفقت اليهود والقبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرروا اجتثاث الإسلام من المدينة المنورة، جمعتهم مصالح مختلفة، لكن الهدف الأسمى عندهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فجهزوا الجيوش وحاصروا المدينة المنورة. بالأمس نقضت اليهود العهود والمواثيق، وحاولت بنو قريظة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف، ثم انسحب المنافقون، وهذا شأنهم وهم موجودون في كل زمان وفي كل مكان، بدأوا يبثون الأراجيف في صفوف المسلمين. أمام هذا المشهد القاتم وصف الله سبحانه وتعالى حال المسلمين: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أشبه اليوم بالأمس، لقد تكالبت الأمم اليوم على أهل الشام، ولا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خطط أمام هذه الصورة القاتمة. بدأ بتقليص الأعداء، فأرسل إلى غطفان وصالحها على ثلث ثمار المدينة، مقابل أن تترك قتاله وأن تفك الحصار عن المدينة. فنجح صلى الله عليه وسلم في أول خطوة، ثم اعتمد صلى الله عليه وسلم على سلاح التشكيك وبث الشائعات عندما في صفوف أعدائه. عندما جاءه نعيم ابن مسعود رضي الله عنه، جاءه فأسلم وقال: يا رسول الله مرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتم إسلامك ثم اذهب وخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. ذهب نعيم وكان رجلا ذكيا، فبث الفرقة والنزاع بين اليهود وبين القبائل، فكان لذلك أثر على سريان المعركة بعد ذلك. ثم لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الملوك وإلى المتسبب والمتصرف جل جلاله في كل شيء، وبدأ يجرأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، أهزم الأحزاب، أهزمهم وزلزلهم. وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم: وما النصر إلا من عند الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى النصر على المسلمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. اللهم اجعلنا ممن يلتجئ إليك وممن تتنزل عليهم بالرحمات والنصر المبين. اللهم آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبادي.